يا مرحبا ترحب.
خوي الضمار والله يحييكم. يا مرحبا ترحب باللي حضر وقايم الاعتذار والله يحييكم. والغيم والبراق وانشال مطار وطيب مالو ظهر والله يحييكم. والسيل يقبل من بعيد وحدر لنلتقى البراق وانشال مطار وطيب مالو ظهر.
عليكم سلام نعم الحاضرين تسليم من المطالقين الشيخ يالها السلام عليكم السلام كيف انت يا جاد حياك الله بالسلامة كيف الباس ابو وازع تفصل تفصل اخي الله يبخلي عن المطالقين جيناك ابو وازع الرمز عطا والمعطي الله سبحانه كثير تستاهله قليل تسمنه أصغر العطايا والأكبر التعابير وصلت أخوياك العشرين ألف الحاضر تشوفه والغايب لغروبه وخاصيته من عوضه من مبارك الرملي نفعته في البيان وصندوق طيب وسلامتكم مرحبا مرحبا نل مرحبا عند ما جيت مرحبا عند ما وليت من أحجار مريت من الأشجار عندي وافي أعطاكم وافي صفكم واضي ادخالكم على الماس صوت يرفع الراس مثل ما شفتوا قدامكم قبيل نظامكم يرحبون بالحافظ تقدمت قدامهم اخدمهم بالكلام ومخدموني بالفعل والمقام انقذت انا من جودهم وانت رديت من موجودهم حملوني امانه امانه عز وتكريم على غداكم بكره انكم عجلين عجلناكم وانكم ريضين ريضناكم والله يحييكم وما بالنسبه المادة في خويكم يتقدم عليكم والله يحييكم الله يبقيكم ويطول عمارك عزمتم والله يقوي عزائمكم بالنسبة للكرامة اللي تخصي أنا ويا أخوياي والله ما عندكم شيء نسبته من فوجه الله منكم والله العظيم من ظروف عمل ظروف دوامات ومنكم منكم أي عذر ادعوكم تسلمون ادعوكم في الوجود الله يحييكم أي أي مرحبا نور الله يحييكم يا مرحبا ترهب من اللي حار وطايب اللي اعتذر والله يحييكم قد هفنس ناس الهوى وانتثار حتى نهى واستمر والله يحييكم والزرع والزراع واحلى الثمار ورودها والزهار والله يحييكم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الأمن والإيمان، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة المباركة الجميلة بمناسبة زواج الشاب مذكر بن وازع بن رميزان آل داود، ونرحب بكم أجمل ترحيب ونقول له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نجدد بكم الترحيب مرة أخرى ونبدأ حفلنا هذا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ سعد بن رميزان آل داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم. كلمة أهل الحفل يلقيها نيابة عنهم عايض بن زيد بن رميزان آل داود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعنا وإياكم في هذه الصالة أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين في أنحاء المعمورة. باسمي واسمكم كافة نرفع آيات التبريكات إلى فارس هذه الليلة، ونقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كما أنه لا يفوتني باسمي واسم أسرة الرمازين خاصة وقبيلة آل داود عامة، نرحب بالضيوف الذين قدموا لنا من خارج محافظة بيشة ومن داخل محافظة بيشة، فنقول لهم مرحبا ومسهلا. عد ما مشيتوا عليه والله لا يهينكم ومرحبا بكم. وأخر كلامي أن الحمد لله رب العالمين. حضورنا الكريم، الشعر ديوان العرب، قصيدة ترحيبية يلقيها الشاعر سيف آل داود الشاعر سعد بن منصور البرغش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ساكم الله بالخير جميع. نسأل الله أن يبارك للمتزوج، والله يحييكم الضيوف اللي جاء من بعيد ومن قريب. يقول: يا مرحبا ترحيب تنبديبها في كل شان، أول مواجيب الرجال أهل المكارم والشيم. يا مرحبا باللي حضر لعندنا في ذا المكان على فصول البن الأشقر والوناسة والشحم. يا مرحبا باللي حضر لعندنا في ذا المكان على فصول البن الأشقر والوناسة والشحم. باسم الرمازين الشيوخ أهل العنة والسنان ستر العذارة في الوغى رمز الشجاعة والكرم. باسم الرمازين الشيوخ أهل العنة والسنان ستر العذارة في الوغى رمز الشجاعة والكرم. أفعالهم يشهد بها التاريخ من ماضي الزمان، عراف قوم في المواقف دائما ما تنهزم. أفعالهم يشهد بها التاريخ من ماضي الزمان، الراف قوم في المواقف دائما ما تنهزم. في حفل مذكر ترثة اللي جاء عليها بخضر الجنان وازع زبون الكائدات النادر الفذ الشهم. الله يغفر له. أفعالهم يشهد لها التاريخ من ماضي الزمان، الراف قوم في المواقف دائما ما تنهزم. في حفل مذكر ترثة اللي جاء عليها بخضر الجنان وزع زبون الكائدات النادر الفذ الشهم. سعد الخوي سعد الرفيج اللي توطاه الزمان، يحب خشم يستحق الحبه ويفرق خشم. سعد الخوي سعد الرفيج اللي توطاه الزمان، يحب خشم يستحق الحبه ويفرق خشم. اليا هبد هبدت جمل، واليا طمر طمرة حصان، هذه شهادة حق واللي له فعل ما ينظلم. من رؤوس كومن له تم الميدان، ما فيهم جبان، العزوة اللي في المراجل عندهم قوة عزم. دايم
دايم نحب المعتلى ولا ندور للطمان، دايم نحب المعتلى ولا ندور للطمان، نتعب على الناموس وندور على كلمة نعم. اسلومنا اسلومنا من خير تسلوم العرب، وافعالنا شاهد عيان، كل العلوم الطيبة ناخذ من اطيبها قسم. لا ننقض البيعة ولا نرضى الخيانة والهوان، مليكنا سلمان زيزوم الزعامة والحزم. لا ننقض البيعة ولا نرضى الخيانة والهوان، مليكنا سلمان زيزوم الزعامة والحزم. فينا قياديين وابطال لهم فعل بيان، دون الوطن والدين واملك الوطن سقنا القسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، لازلنا مستمرين معكم في الشعر، والشاعر مبارك محمد بن حفنان آل داود. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ذكر الله المعبود بأول كلامي، ذكره يزين قافي اللي بغنيه، يا مرحبا وإعداد نشو الغمامي، ترحيب وافي للنشاء ما نبديه. ذكر الله المعبود بأول كلامي، ذكره يزين قافي اللي بغنيه، يا مرحبا وإعداد نشو الغمامي، ترحيب وافي للنشاء ما نبديه. يا مرحبا يا روس قوم نحشامي، باسم المضيف واسم ربعه وهاليه، يا مرحبا يا الحاضرين الكرامي، ترحيب ما حنا نعده ونحصيه. بسمة هل المحفل عزاز المقامي، عيال عود طيبات معانيه، واسع عسى قبره نعيم وسلامي، يريد شيخان عديمه مجانيه. وازع عسى قبره نعيم وسلامي، وريد شيخان عديمه مجانيه، من قبل لا يحكم هنا بالنظامي، بر ميزان مع الناس طاريه. من قبل لا يحكم هنا بالنظامي، بر ميزان مع الناس طاريه، ومبروك لجل العقيد العصامي، يلا عسى المولى يحقق مساعيه، ولكم تحياتي كل احترامي، والعذر كان القاف بان الخلل فيه. وسلامتكم. لازلنا مستمرين معكم في القصيد، وقصيدة أخرى للشاعر حشر بن عبيد الشهراني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم عد ما هم للودان، من مزون صيف بالعصير التحم نوه، سلام على أهل الشان وترحب بالضيفان، أرحب وسلم للنهجات لي منوه، أبا قدم التسليم لعيال ابن جبران على اللابت اللي تلطم الخصم بالقوة. أبا قدم التسليم لعيال ابن جبران على اللابت اللي تلطم الخصم بالقوة، اليوم اعتزى خيالهم يحتمي ذيدان، وحرابهم من حربهم يصبح مشوه، وأبا قدم الترحيب للي لفوا ضيفان لجل مذكر الشغموم جابتهم الخوة، وبقدم الترحيب للي له وظيفان لجل مذكر الشموم جبتهم الخوة. هلا مرحبا باسم آل داوود يا ذربان، صديق وخوي وجار وربوع وعنوة، ومبروك يا مذكر نسل وازع رمزان، وبنقول لك مبروك جعله على القوة. أنا جيت أبارك لك وبفرحكم فرحان، لكل آل داوود أهل الطيب ومروة، وختمانها صلوا على محمد العدنان، رسول بعث برسالة الدين ونبوة. سلامة الجميع. فيه قصيدة أنا أنصح فيها، اسمح لي المجال ولا؟ مذاق المجال السالفة ما تزعل حد، وتبعد هل المجلس عن أعراض خلق الله، أما قصد الطيب اللي معرب جد، ولا قصيدة شاعر ما حكى زلة، اللي أجاب هل لا تكلم بشوش الرست، يسوق السوالف سوق فنجال من دلة، لسمع بهالحضار قالوا سلمت وزد، يطالع بعضهم بعض ويقول ما شاء الله، يحل الصداقة كان هما وراها قصد، يكون الوفاء والطيب والطبع وجبلة، لصارت بهذا الشكل تثمر زهر وورد، ومنها قلوب الناس للناس محتلة، وطرت الخوي مع الخوي له ذراع وعض، اليوم ان احتاجه لك انها خله، ولا طالت الخوه معه ما كشف له سد، ولا يكشف اسرار الخوي عند خلق الله،
يا طيب القصير الليل يخطأ قصير صد تجاوز خطأه وسامحه في الخطأ كله ولا سمع من هل سلمة الهينة مرد وقال القصير موصين به رسول الله وطرت الرفاقة كلهم للرفيد زمود لحيث المودة دائما تدمح الزلة وسلم في الجميع. صح لسانك. والآن نترككم مع شيلة في هذه المناسبة. نهاية حفلنا هذا لا يسعنا إلا نشكركم على هذا الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.